الاعب مرة رحيم أكاديمية ناصر للتنس الأرضي، تحييكم. النهاردة هنشتغل اللاعب المتميز في عصره وجمال لعبه، اللاعب جيمي كونرز. جيمي كونرز هو من مواليد 52، هو لاعب تنس أمريكي كان مصنف الأول عالميا. قعد حوالي 160 اسبوعا مصنف عالميا فعلا بين شهري يوليو 74 حتى اغسطس سنه 77، يعني من سنه 74 قعد مربع على الفيرست الاول عالميا لحد سنه 1977، وهو احد ابرز لاعبي التنس في تاريخ اللعبه. يعني هو بصراحه كان ليه جيمي كونرز دون كان ليه رونق ظاهر قوي، وكان ليه نبراس عالي قوي في اللعبه، وهو من يعني يعتبر عصر جيمي كونرز، عصر العملاق الكبير قوي بالسويدي اللي هو يوني بورج. الاثنين دول عصروا بعض وقابلوا بعض كتير بجانب. ايفان ليندن كان معاهم برضه في نفس الفتره، وكان معاهم جون ماكنرو. جون ماكنرو ده برضه من اللعيبه اللي هم كانوا مشاكسين قوي في اللعب، وكان ليه باع طويل جدا في اللعب. المهم كان معاهم جيمي كونرز، كان يعني في فتره واحده قابلوا هم الثلاثه يوني بورج وايفان ليندن وجون ماكنرو، دول عصروا بعض وقابلوا بعض كتير جدا. وتمكن من تحقيق الفوز 8 القاب من بطولات جراند سلام، اللي هي البطولات الاربعه اللي احنا قلنا عليهم، ويمبلدون ورولان جاروس واستراليا المفتوحه وامريكا المفتوحه. وودع كونرز الملاعب دي تاريخ التنس في سن، وهو كبير قوي في السن، قعد فتره طويله جدا جيمي كونرز يلعب في الملاعب، وصل ل 39 عام، يعني اعتزل في سن 39 سنه. وذلك لشغفه، كان بيحب التنس جدا والحب للعبه، قعد فيها فتره طويله جدا من كتر حبه في اللعبه. جيمي كونرز هو من اكثر اللعيبه الذين حققوا القاب في تاريخ اللعبه، حققوا تقريبا حوالي 109 لقب في 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 مجال التنس. فاز كونرز في جراند كونرز في الجراند سلام كتير جدا، ليه بطولات عايزين نعددها لحضراتكم، اللي هي البطولات الاربع جراند سلام. استراليا المفتوحه خدها مره واحده سنه 74، يبقى فاز جيمي كونرز سنه 74 بويمبلدون، وخد ودخل وعمل مرتين ويمبلدون اربعه، سوري استراليا المفتوحه، خد استراليا المفتوحه سنه 74، ويمبلدون خدها 74 و82، خدها مرتين. اما انا اقصد استراليا المفتوحه خدها مره واحده سنه 74، اما بالنسبه لويمبلدون خدها 74 و82. امريكا المفتوحه خدها 5 مرات، جيمي كونرز كان محظوظ قوي في امريكا المفتوحه، خدها سنه 74 وخد سنه 76 وخد سنه 78 و82 و83، ده بالنسبه لجيمي كونرز. شارك مع فريقه بقى الامريكي في المنتخب بتاعه وفاز اكتر من مره، قبل الاعتزال بتاعه كان بيشارك مع الفريق الامريكي بتاعه، وكان ليه في الدوري الافريقي الدوري الامريكي، عمل مدربا وفي مشواره، ودرب اندي موري اندروديك، درب اندرو كان المدرب لاندروديك جيمي كونرز، قعد فتره يدرب اندروديك في 2006 حتى 2008، ثم ودرب ماريا شارابوفا 2013. يزن جيمي كونرز كان ليه باع كبير في التنس، وكان من عمالقه التنس. شكرا والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله.